تساعد جمهورك. ممكن اسالك سؤال وانت مكتفني شويه بس هساله لك؟ يعني في كتير من اللي سابوا النادي الاهلي بيعشقوا النادي الاهلي ما زالوا، يعني بتتكلم على تريزيجيه، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعيبه، وبدات اسمائهم يعني بنسمعها انه ممكن يكونوا موجودين مع الاهلي في كاس العالم، وناس راحت لابعد من كده قالت لك ليه الاهلي ما يشتريش مصطفى محمد مثلا يكون موجود في النادي الاهلي، وفي ناس اتكلمت على عوده ديانج، وناس اتكلمت على عبد القادر، وناس اتكلمت على محمد شريف. هل انت مع الفكره انه ممكن تريزيجيه يجي على بطوله الكاس العالم باعتباره من ابناء النادي الاهلي، انه حمدي فتحي مثلا ممكن يجي، انك تشتري مهاجم جديد بحجم وقيمه مصطفى محمد؟ بص انا على ثقه وعلى يقين ان زي ما قلت لك كابتن محمود الخطيب مع الناس اللي موجوده هيعملوا احسن حاجه للنادي. يجيبوا بقى تريزيجيه، يجيبوا حمدي فتحي، يجيبوا فلان الفلاني، انا ثقتي فيهم لان بالدليل وبالنتائج. بالتالي انا بديهم هم الفرصه، هم اللي يختاروا، هم اللي يقولوا. نعم. انا دي بتاعتهم هم عشان. طب اخد رايك انت الشخصي، يعني مثلا تريزيجيه لو متاح لكاس العالم للانديه. تريزيجيه اهم لعيب في منتخب مصر النهارده. نعم. يعني ده لو اتكلمنا على تريزيجيه من اهم لعيبه منتخب مصر، انا في رايي انه اهم سواء هو او مرموش. نعم. احسن يعني دول اهم من اي حد في رايي. لا بس محمد صلاح، اوعى تنسى محمد صلاح ده. لا محمد صلاح في قصه، لا لوحده. لوحده خالص، لكن انا بتكلم على لو نعم. اتكلمنا صح فعلا النهارده تريزيجيه ومرموش من نعم. من اهم الناس بتفيد. يعني خالد مرتجي المشجع يرحب جدا بوجود تريزيجيه مع الاهلي في كاس العالم. انا ارحب باي حد هيفيد النادي الاهلي ويبقى الراجل خواجه عايزه والكابتن خطيب مبسوط بيه. نعم ارحب باي حد. خلينا نروح